فيأتي الرجل يمسك القرآن يقول أشعر بتعب، لكن أعطيه جريدة أو مجلة أو أزياء ما يشعر بتعب. لماذا تشعر بالتعب؟ تعلم لماذا؟ حتى أبين لك الأمر. الآن المجروح إذا أردت أن تطهر جرحه شعر بالألم، لأنك تطهر. فأنت لما تقرأ القرآن تطهر نفسك من الذنوب وما وقع لك، فوضع طبيعي أن تشعر بألم التطهير. واضح؟ أنت تشعر بألم التطهير، فاصبر على نفسك حتى تنعم بصحة الروح. واضح؟ حتى تنعم بصحة الروح. أما تأتيني تريد أن تقرأ القرآن وتصبح إمام المسلمين من غير تعب، إنما القرآن كأنه مطهر، يطهرك من الجروح. وتطهير من الجروح لابد أن تشعر بألم، هذا الألم يجعلك بعد ذلك تحيا. لهذا اصبر على نفسك، ليس من أول قراءة أو قراءتين أو ثلاثة أو أربعة تريد أن تشعر براحة وسعادة، بل القرآن يطهرك. كما أن الجرح يحتاج لتطهير ثم يأتي الشفاء، كذلك القرآن يطهر بألم ثم يأتي الشفاء بإذن الله.